كابتن هشام عايز يقول حاجه. قول يا اتش. انا معاك مش عايز يعني انا بتكلم بحته اللعيب اللي لازم يجي يمضي للزمالك والاهلي لازم يكون لعيب سوبر الاجنبي بالذات يعني سيبك من المصري انت بتجيب جوه مصر لكن اللاعب الاجنبي ده لازم يكون عالي نمره واحد عالي ما ينفعش اجيبه يقعد احتياطي ما ينفعش يبقى عندي لعيب يقعد يبقى قاعد احتياطي كليه مدخله بس انا بضحك المذيع ومذيع بيقولوا لي ان برونو ممكن يطلع من الاهلي على اوروبا بعد كده قلت لهم هم اوروبا ايه ده هو لف على 17 نادي قبل ما يجي الاهلي ما هو لو من سنتين ثلاثه كان طلع اوروبا من بره السعوديه نفسها او الهلال بالذات او النصر لو هم اكيد متابعينه من زمان كانوا جابوه بس هو مش زي اللي عندهم هو لعيب كويس بس انا قلت لك هو في البرازيل فرز تاني اللعيبه تقف في البرازيل هناك تلعب على الشاطئ هتقعد تتجنن على الشواطئ هناك اللعيبه المستوى البدني والمهاري عندهم عالي جدا بس هو هتلاقيه لعبه فيه تقل شويه في لعيبه اللي هم بتوع الكره الخماسي يمشي في الحاجات دي هو مش سبرنتر لكن الشغل اللي فيه هارد وورك عالي جدا لازم يبقى فيه فوارق هو الجون جابه ايه ما هو ده من خطا دفاعي اتحط في منطقه الجزاء ما فيش يعني اسهل من كده الكره قصدك في 3 4 متر كده يعني مش عمل سبرنت في 3 4 متر بالظبط ما عملش سبرنت بالكوره وجري ومثلا استخلص من اكتر من واحد وراح وعمل جون الفوارق دي لازم يكون لعيب كابتن هشام مختلف انا عايزك تطلع انت منها بقى في تطلع منها في الحته اللي هتحصل دلوقتي ده الرهان قائم قائم جدا هيطلع لعيب سوبر يا رب احنا اتراهنا على بيرسيتاو ايوه وايه 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 اللي ايه اللي بيرسيتاو ادك ايه قال لي ايه اللي ايه اللي ايه صحيح ما بيرسيتاو لسه اهو عمالين نزق فيه وانا برضو بدعمه لانه تأيد وهيلعب صحيح فانا هدعمه صحيح برونو هفضل ادعمه بس هرجع اقول لك مش سوبر لما يكسبني 5-6 ماتشات يبقى هو مان اوف ذا ماتش كل ماتش اجي اقول لك تعظيم سلام صحيح.